طيب خلونا نذهب إلى نيويورك ومعنا السيدة منى صليطي المعارضة القطرية. سيدة منى، أنت في القاهرة أم أنك في نيويورك الآن؟ سيدة منى يا أهلين، تفضلي. أهلا بك. يعني كيف استمعت إلى خطاب تميم في ظل هذه التوترات القطرية الآن؟ ويعني هو الآن بيلتقي تيريزا ماي وترامب في على هامش أعمال الجمعية العامة. هناك مظاهرات عربية خارج الأمم المتحدة للجاليات العربية. كيف استمعت إلى كلمة تميم؟ عزيزتي، كلمة تميم كانت مليئة بالتناقضات المضحكة الذي جعلنا نرجع نترحم على الملك عبد الله ونستحضر مقولته الشهيرة عندما قال: أنت كذاب مثل أبوك. كلمته كانت فعلا مضحكة. أتوقع أن عزمي إبشار الذي يكتب له أو يملي عليه ما يقول غير موفق تماما. عرى سوءة هذا الأمير الإرهابي، هذا الأمير الذي يرعى الدم ولا يتورع في المنابر كما رأينا اليوم أن يصرح به، كما صرح بالنسبة لليبيا وحكومة ليبيا. يشير إلى من نريد أن نعرف، يعني إلى حكومة الوفاق التي أتت بالسراج على فرقاطة إيطالية. أمير حقيقة يفترض أنه يعيد النظر، لا من أجل أنه كان أضحوكه اليوم، لكن من أجل وطنه، من أجل قطر وشعب قطر الذي كان يتشدق بالإرهاب، وهو ما يفعله برمته في الداخل القطري. هل تتوقعين تحركا ما يعني هذه الاجتماعات التي طالبت بها بعض أفراد الأسرة الحاكمة، هل تتوقعين أن تعقد هذه الاجتماعات أم أن نعم نعم التحرك سيكون رقم أنف هذا الأمير، لأن أنا أتوقع شعب قطر يعني هو مكبل بالموساد والأجهزة المخابراتية التي جلبها تميم من الخارج لرعاية أجندة الربيع العربي. سيتحرك الشعب القطري وستتحرك أحرار قطر كما رأينا. شاء هذا الأمير أم أبى، هو الآن يعني أوراقه كلها محروقة، وهو أساسا كرت محروق وانتهى دوره، وسيأتي إن شاء الله من يعيد الأمل وتباشير الخير إلى قطر الداخل. بشكرك شكرا جزيلا السيدة منى صليطي الناشطة القطرية.